ننزل الكل في فيديو جديد. اليوم الفيديو بتاعنا باش يكون على ارخص ايكرون جيمنج في تونس، ال 144 هرتز، والطون دي ريبونس بتاعها 1 ملي سكوند. يلا نشوفوا مع بعض الايكرون. دونك هذه الايكرون اللي باش نحكي عليها، اللي هي ايكرون جيمنج ري دراجون ميرور 24 فوس 144 هرتز، وطون دي ريبونس نتاعها 1 ملي سكوند، فول اتش دي انكيرفي. السوم نتاعها 589 دينار في تونس. دونك تلقاه في الاس بي سي انفورماتيك ديسپونيبل في الاكستريم جيمنج تونيزيانات، وتبيع فما مايتيك و سكوب جيمنج وميجا بي سي، فما برشا سيتات اخرين تلقاها موجوده. كل نفس السوم 589. دونك الكرون هذه عالميه بالنسبه للجيمنج، حاجه اكسترا اوردينير بالسوم هذايا فريمون. مالي اللي باش يشري دونك ما يخممش مرتين، يشريها ويكون متهني به. عندنا لي بور اللي فيها بور دي بي و ديسبلاي بور و بور اتش دي ام اي، والكاركتيرستيك الباقيه كلها هيك قدامكم، شوفوا ادخلوا في السيت وشوفوها. دونك ايكرون تعمل 66 كيف اللي مغروم بالجيمنج، خاصة يلعب لي جو شوتين يستحق على الاخر. دونك فما برشا باش يقولوا شنو هو الفرق بين ايكرون عادية 60 هرتز وايكرون 144 هرتز، ما تلاحظوها كان في المودرا لونتي. دونك تو نعطيكم تو فيديو وشوفوا كيفاش الفرق بين 60 هرتز وال 144 هرتز، فرق كبير ياسر ياسر سيرتو في المودرا لونتي تلاحظوها. هذه هي الايكرون تاعنا، فوالا شوفوها كيفاش فليكسيبل، فيها لونتي رفلي ملوطة دراجون، ديزاين طيارة، هذا اللوجو متاع دراجون، فوالا. لهنا الفرق بين ال 36 اف بي اس 72 اف بي اس 144 اف بي اس. نشوفوا ليزيماج بار سكوند، ما تلاحظوا كان في المودرا لونتي، شوفوا كلاق لوطه بالكل ومن فوق ستابل تمشي مريق. دونك اللي عنده ايكرون 60 هرتز وبدل في ال 144 هرتز باش يلاحظ الفرق على الاخر، خاصه في اللي جو شوتينغ يعني باش لاحظوا الحكايه هذه. دونك اي واحد حاب يشري ايكرون 144 هرتز ننصحه بالريد دراجون، سومها مرفق على الاخر. فوالا لهنا في الجو نشوفوا النمبر دي اف بي اس 117 119 121 ماشي النمبر ويطلع، تحسها عالم اخر يعني في وسط الجيم بلاي. فوالا ان شاء الله نكون افدتكم بالفيديو هذايا، وما تنساوش تعملوا سبسكرايب، وكان عجبكم الفيديو تعملوا لايك وبارتاجوه، وخليوا لي كومونتير تحت الفيديو قولوا لي شنو تحب نعملوا فيديو جديد، فيديو جديد علاش تحبوا يكون. وميرسي بوكو على لي كومونتير نتاعكم، كل فيديو نلقى تفاعل كبير برشا. دونك ان شاء الله نقدم لكم المحتوى اللي انتم تستنوا فيه، وتو نبقى نقول لكم كان سلام، ونشوفكم في فيديو جديد. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.